سلام به تونس. واضح أنك ماكش ناوي تجيب هالبر بالرسمي، شادة في بحثك إلى آخر رمق. والله اليوم جاي في ثنية، قلت هيا يزيها اليوم العملية الإجرامية ويزيه المسار وخلي سيادته رايض وتلها بحاجة أخرى. أحكي لهم على فلوسهم، على النمو الثروات متاعهم، على العمليات المش إرهابية اللي في فرنسا. تشوف أي حكاية كان لزم مرجع الحج بالأعداد ولا الملف التآمر. المهم خنبدلوا شوية، تعب الناس. نوصل للراديو، يا ربي العمل عليك، يقولوا لي السلام سمعت بخليفة. ضربت 5 سنين حبس خليفة في ثنية من الدار لهنا. شنية 5 سنين؟ اي خويا، احنا كان ماشي في بالنا الاستئناف باش يسيبه، ياخي ضرب له العقوبة في 5، من عام ل5 سنين. ها تونس، عرفتوا خليفة؟ خليفة القاسمي المراسل متاعنا في القروان. عمناول في مارس وقفوه بتهمة افشاء معلومات متعلقة بقضية ارهابية، معلومات صحيحة مش غالطة راه، وقعدوا يبحثوا فيه على المصدر متاعه. ما حبش يعطيهم خاطر هذاك واجبه المهني. ياخي هما لقاوه وحدهم المصدر، طلع رائد في الفرقة الجهوية لمكافحة الارهاب، يعني حتى المصدر صحيح 100%، والصحافي خدم خدمته لا أكثر لا أقل. رغم هذا تحكم عليه في الابتدائي بعام حبس بقانون مكافحة الإرهاب. القوانين اللي تنظم الصحافة والإعلام هذوكم الكل لوحناهم في الزبلة تقريبا من اللي تعملوا. والرائد اللي اعطاه المعلومة ضرب 3 سنين. استينفوشي هما من هنا، استينفتشي النيابة من غادي، قلنا خيرها في غيرها، عامك هو وما فيهوش نفاذ عاجل، باز الاستنافته ويردها سرسي ويسيبه يروح. ينزل عليه الاستناف 5 سنين ويطلع الرائد من 3 ل10 سنين. اش قولك تونس؟ مش هذه المحاسبة اللي تحبها؟ هاو صحافي خدم خدمته، خذا معلومة صحيحة من مصدر صحيح ورسمي ونشرها. لا تآمر على أمن الدولة، لا حكم في العشرية السوداء، لا خرج أخبار زائفة، لا مس من الرموز والهرم. عليه 5 سنين. كيفاش تحبني نحكي معاك تاو؟ نريض روحي وننسب ونشد العصام المنتصف؟ نحترم قرارات القضاء خاطره مستقل وجدان الطيح الكل؟ نولي كيفهم معناه؟ خاطر هذاك اللي ينجح في تونس، اللحاس والصباب والرخيص والجبان واللي لا يكسب لقدر لا همة، هذاك ينجح ويشيخ ويقبض وتصفق له الرعاع ويولي راس. في بلاد يتحكم فيها الصحافي ب5 سنين حبس على مقال، وينفي رئيسها وجود صحفيين تم تتبعهم بسبب مقالات صحفيه.